السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برد القوس. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. بعد ما ناخذ الاستخارة هنشوف رسالتك شو بتقول لك ان شاء الله. في اخر الفيديو نختار رساله ونشوف رسالتك بتقول لك ايه يا برج القوس. واتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فلاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. واسيب لكم لينك في صندوق الوصف وفي التعليقات لفتح الابواب المغلقه كلها وفتح البصيره ان شاء الله. نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم. سوره طه، سورة طه شادة معاكم في كل العبرات. اليوم ده ثالث مرة تطلع معانا سورة طه. سورة طه شافية وشديدة بفضل الله تعالى من السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف يا عندكم موضوع عاطفي مسبب لكم صراع داخلي وراكم مترددين فيه. انتم زعلانين من الشخص ده، راكم انتم زعلانين من هذا الشخص جدا في تصرفاته معاكم، اللي تعبكم انكم لسه تحملون له مشاعر وذكريات حلوة، لكن الشخص ده مش معترف انه اخطأ في حقكم ولا بيعترف باخطائه وشايف نفسه دائما على حق. الموضوع ده مأثر على حياتكم بالسلب. اطمئن وأبشر، الموضوع ده هيتم فيه تصالح ورجوع، وكمان الموضوع ده اللي تسبب فيه، شايف السبب في المشكلة دي وحدة ست قوية مسيطرة، راها صاحبة رأي، هي كانت سبب فشل العلاقة أو انتزاع الفرحة بينكم. هيتحل الأمور وهتتحل والفرحة قريبة جدا، الفرحة قريبة جدا. رسالتك بتقول لك أنت في نهاية الأحزان والعتاب، في نهاية الأحزان والعتاب خلاص، والخروج من النفق المظلم. أبشر وأفرح وأستقبل النعم، أفرح وأستقبل النعم بفضل الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح. عندكم عجلة الحظ، يعني عندكم الفرحة في كل الأنحاء ومكاسب، وفي القرارات العاطفية والطموح عندكم خير قادم. الفترة اللي انتم فيها هتنتهي بالفرح. انتم تشعرون بالإحباط وعدم الأمان، ما تعرفوش مصير العلاقة. في شخص من الماضي هيردع وهيكون بينكم حظ حلو وترسيم وارتباط ليكم. تحذير، انتبه لأسرارك، انتبه لأسرارك، لأنه معاك شخص يفتش ويخرب ويقول أسرارك، والشخص ده قريب منك ودايما بيظهر انه متمسك بيك. الفاتح لما أخلق، اللهم صل على سيدنا محمد. الحسد بيكون أخطر من السحر مليون مرة، والحسد يسبب الأمراض والموت ووقف الحال. أنتم مش منحوسين يا برج القوس، أنت مش منحوس، ولكن أنت عليك، أنت محسود من طوب الأرض، محسود على طيبتك وعلى صفاء قلبك، محسود على جمالك، محسود حتى على لباسك برغم بساطتك، ومحسود حتى لو ماشي في الشارع. خلي بالك من هذا الحسد. بسم الله محمد الفاتح لما أغلق. في حياتك أفعى، في حياتك أفعى لها جلد ناعم لكنها مليئة بالسم، متجسدة في صورة إنسان، تمتلك لسان جميل وجميل
نيتها خبيثة وتراقب حياتك أكثر أكثر مرة تراقبك. فاحذروا يا أصدقائي، عندكم في أخبار، واحدة مفرح والثاني هيبعد عنكم المشاكل. أنتم والشريك على وشك تنتهي، وكان السبب غير هذا، كان سبب منه هذا الأفعال. هنا البعض جياتكم قسمة، وهذا القسمة أو هذا تكون بصالحكم. نصيحة، اقبلوا ولا اقبلوا. البعض الآخر أرى نفسيتهم تعبانة، لكن في تحسن، في تحسن. أرى هنا برجوع شخص ليكم، أشوفه واقعين بمشكلة راح تنحل، راح تنحل، راح تنحل هاي المشكلة عن قريبا بفضل الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى. فضله ليس أمرا، موجودين معانا، دعموا الفيديو باللايك أخواتنا في الله. اللهم بشرنا بما ننتظر منك، وأنت خير المبشرين كلها. ستفاجأ بأفراح قادمة إن شاء الله، وانفراجات، وكل التعب اللي حصل، وستبدل أحوالك للأحسن بإذن الله تعالى. إن ربك إذا أعطى، الفرحة على عتبة بابك، والحزن قرب ينتهي ويخرج من بيتك إن شاء الله. كل شيء راح يخرج، هذا الحزن من بيتك، لأنك مريت بطائفة تعبات، تعبتك فترة. في خبر أو في حدا حلو قوي هتحصل معاك قريبة، كنت منتظرها بفارغ الصبر، وهتخردك من الزعل ده، وهتنسيك الدنيا لأنك أنت منتظر هاي الفرحة. في شخص هنا بيحبك قوي، إن شاء الله توصل لي الزواج بينكم أو الارتباط الرسمي بينكم. أبشر، سوف ينتهي كل الحزن، كل الحزن سوف ينتهي. في مكالمة مهمة أنت منتظرها، فيها أخبار تخص مال أو سفر. في حل المشكلة أنت واقع فيها راح تنحل. بسم الله كشف، اللهم صل على سيدنا محمد. في تخاطر غريب هيحصل بينكم وبين شخص معجب بيك، معجب بيك هذا الشخص. تخاطر غريب يحصل بينكم، معجب بيك هذا الشخص. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. لما أغلق بسم الله، فضل ليس أمرا، موجودين معنا، ادعموا الفيديو باللايك أخواتنا في الله. أرى في عتبة جديدة، في عتبة جديدة فيها راحة ليك، فيها راحة ليك هذا العتبة. وفي شفاء من مس أو سحر قديم، في شفاء بإذن الله تعالى، ورح تشعر بالفرق. كان في مشاكل عاطفية وعدم استقرار، إن شاء الله كل شيء هيكون خير. في فرصة تجي لك في غاية الأهمية، حاول أن تستغلها، لأنكم مريتوا بتجربة صعبة، وحاول أن تتعلم، حاول أن تتعلم. بعد فترة طويلة قضيتها من الخسائر والتعطيل والمشاكل، غريبة بتقابلك وتعطيل قدامك، الآن وقت النجاح والمكاسب. انتهى وقت القلق، القادم ليك فلوس، ده حقيقي بإذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح. في فلوس هتجي لك وهتتفاجأ بيها إن شاء الله. في شخص عايز يستغلك في عملك، في شخص عايز يستغلك في عملك إن شاء الله، ربنا هيجعله يحتادك وبشروطك أنت، وبشروطك أنت. أراك هنا متسرع في قطع علاقاتك مع المزعجين والمنافقين يا قوس، لأنه شخصية عقلانية،
وراك برضو متسرع في مساعدة من يعرفهم ومن لا يعرفهم، وبيقرأ لغة العيون والجسد، فحذاري أن تستغلوه، فهو أذكى مما تتخيل، وتوقعاته تكون صحيحة دائما. القوس توقعاته تكون صحيحة، وإذا شعر إنه غير مرغوب به يرحل للأبد، يرحل للأبد، ويجعلك تتمنى يوما من أيامه، ولكنه حين يرحل يرحل للأبد. وإذا رأيته يعاملك بلطف كبير ومتمسك بيك لأبعد الحدود، فاعلم إنه يرضي ضميره فقط ليتركك أنت ونفسك تتصارعان للأبد. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. ورا هنا القوس يعشق الخروج ولا يحب الإضاءة كثيرا، تزعجه جدا، ويحب الخروج جدا ولكنه لا يخرج. يحب ربط الأحداث ببعضه، يحب الجلوس في غرفته وحيدا. لديه صديق واحد أو اثنين مقربين، لكنه صديق الكل، لا يتصل بأحد إلا نادرا، لكن لو احتجت له تجد الأقرب إليه. يعشق الطبيعة والعزلة والهدوء والموسيقى رغم عشقه لأصحابه. يكره الازدحام والأماكن المزدحمة. القوس الذي يعيش كل يوم بحب رغم عن الظروف، رغم عن هذا الظروف، ورغم عن الأحزان التي يحملها في قلبه، ويتعايش معها ويتقبله. أبشر بي الخير، أبشر واستقبل البشرى والخير. أعطيكم صفات أنثى القوس. هي جميلة، نظيفة، ترتدي الملابس بشكل أنيق، وتحب السيطرة، غامضة، صعبة الإقناع، هي عاطفية رومانسية جداً، تحب من قلبها وواثقة من نفسها، ناجحة وذكية، مرحة شديدة الانفعال، حنونة، دمها خفيف، باستطاعتها تتحمل ضغوط الحياة ومشكلتها، تعيش للكل أكثر من نفسها. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. فضله ليس امرا اخواتنا في الله، ادعموا الفيديو بيا لايك، وان كنتم لم تشتركوا في القناه فاشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. لديكم بشرى قوس هنا فيها فرحه ليك، بمولود بفضل الله تعالى. في هنا اختلاف بينكم، سامح علشان ترتاح وتتعلم وتتعلم، وعندكم رجوع شخص نادم بعد فترة طويلة من الانقطاع، وحابب يبدأ معاك بداية جديدة، حابب يبدأ معاك بداية جديدة. أبشر، الفرحة قادمة وجيالك، خليك واثق، قول يا رب في خبر مفرح وراحة بعد التعب الطويل، اطمئن، فطاقتك السلبية ستنتهي كليا قريبا، والأشخاص الذين تسببوا في حزنك قريبا سيطلبون السماح منك. ورغم ظروفك الصعبة، عندك وفرة في المال والرزق ديلك من حيث لا تحتسب إن شاء الله، بس حسادك كتير والعين كلها عليك، خبي سرك، الكل مراقبك ويستنى سقوطك. بسم الله، خلي بالك، في حد عاوز يورطك في شيء، خلي بالك منه، كل شيء رح ينكشف أمامك.
في علاقة حب وتعارف بتسعد قلبك، في رجوع لشخص حبيب، رجوع للحبايب، في عتاب ما بينكم ورجوع وصلح وتوضيح أمور وكانت بين اختلافات، في رجوع ما بينكم، في هنا في فرحة في بيتك فيها ارتباط أو زواج أو رجوع شخص غالي على قلبك إن شاء الله. في زواج للبعض منكم. بسم الله يا شيخ، اللهم صل على سيدنا محمد. في رجوع حق ليك بعد فترة عانيته وطلبت هاي الحق، في رجوعه ليك هذا الحق أو ورث قريبا. بسم الله. الفرحة والراحة والسعادة في طريقهم ليك، باب رزق هيتفتح لك مرة إن شاء الله ثانية بقدرة الله تعالى. الرزق جاي لك بفضل الله تعالى. في استقرار علاقتك مع الحبيب وتبدو علاقة رسمية وسط الأهل وتتوجه بالفرحة. في صدفة ومفاجأة غير متوقعة، في كشف أسرار هتفرح بيها لأنها هتكون في صالحك وهيكون ظنك هيكون في محله. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله. أراك هنا في طريق سفر غير متوقع، في بداية فاتحة خير عليك، محتاج منك اجتهاد وعمل، ربما يبتسم لك الحظ مرة أخرى وتجتمع مع رجال أعمال على مستوى عالي، تقيم معهم بعض المشاريع الهامة. أراك بتحاول تخفي مشاعرك عن شخص بيحبك وده مش في صالحك، لازم تظهر محبتك ليه أنت كمان. في زعل دواك ومش قادر تعاتب شخص غالي عليك، سبب معاملته الجافة معاك. في موقف غريب بتتعرض ليه وتثبت نفسك، في هنا في كلام اتقال عليك، في من حوالة جيالك، في حوالة جيالك، في عودة غائب أو حبيب من جديد لحياتك، في سفر قريب يعود عليك بالخير بإذن الله تعالى. تفاءل بالخير وقول يا رب. هذا توقعات برد القوس. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وأكثر من قراءة سورة طه بفتح الأبواب المغلقة بفضل الله تعالى، ونشوف رسالة برد القوس شو بتقول. وإن كنت بتعاني من السحر أو من المس أو من الحسد أو من أي شيء داخل القناة، إن شاء الله كل شيء هتلاقيه بفضل الله تعالى، وأسيب لكم لينك في صندوق الوصف شوفوه. ربنا يغفر ليك ذنبك ويستجيب دعائك ويحقق أمنياتك إن شاء الله بإذن الله تعالى. وهذا استخارة برد القوس. السلام عليكم ورحمة